إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه يا حلوين؟ يارب تكونوا بخير. تعالوا نشوف النهاردة انا هعمل لكم ايه. طبعا النهاردة هعمل لكم البتنجان المخلل. فطبعا انا دلوقتي هقول لكم المكونات اللي هنعملها. اول حاجه عندنا اللي هو الثوم، وعندنا الملح. تعالوا بقى نشوف المكونات الاساسيه. عندنا هنا البتنجان بس يكون متوسط، ما يكونش ولا كبير قوي ولا صغير قوي. وعندنا 3 رومانات قطعناها من النص، دوت فلفل رومي، والاثنين دول فلفل حراق جدا اللي هو عاملين زي شطه حمراء، ودوت فلفل اخضر بردك بس اللي هو متوسط لو مش حرق قوي، يعني الناس اللي ما بتحبش الشطه قوي الفلفل ده حلو. وعندنا هنا فلفل احمر. الفلفل الاحمر دوت مش حرق، عامل زي فلفل الرومي اللي لونه احمر، مش حرق خالص فيها بس لسعه بسيطه كده. طبعا يا جماعه في ناس بتحب تعمل البتنجان يكون صغير قوي، انا حبيت بصراحه ان انا اعمله زي المتوسط. ففي ناس لو حابه تعمل يبقى صغير قوي عايز تعمله حسب رغبتك. طبعا يا جماعة انا قطعت البتنجانة من النص عشان نعرف نحشيها، وهنحطها على النار. طبعا يا جماعة انا خلاص قطعته كله، دلوقتي هحط عليه مية واسلقه، وهنبدأ دلوقتي نجهز في الحشوة بتاعته. طبعا يا جماعة كل دول هنفرمهم على المكنة وخليكم معانا.